واحد بيقول اليوم في عيد زواجنا 19 قررنا انا وزوجتي الحضور للاجتماع الاسبوعي لقداستكم. ده كويس، ده عيد، بقى عيد مبروك. فارجو ان نسمع كلمة طرق ودعاء لنا ولأولادنا في هذه المناسبة. ربنا يجعل حياتكم سعيدة ومبروكة ومقدسة، وربنا يكون معاكم. سؤال: هل كان الرب يسوع يفرق بين اليهود والأمم عندما رفض المرأة الكنعانية في بداية الأمر؟ السيد المسيح مدح قائد المئة الأموي وقال: لم أجد في إسرائيل كله إيمان مثل إيمان الرجل، ومدح كثيرا من الأمميين. وقبل صعوده قال لتلاميذه: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وقال لهم: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. أما المرأة الكنعانية فكان في لحن واخدها من أيام أبينا نوح، والسيد المسيح كان عارف انها تحتمل، فقال لها كلمة صعبة وبعدين طوبها لما احتملت.